انا وجهازي بيشتغل، اللعيب اللي عنده جاهز وبيشتغل طول الفتره اللي هي اللي انا زي ما انتم شايفين احنا حضرنا كل غالبيه الماتشات في الدوري وفي ماتشات افريقيه للانديه اللي اشتركت فيوتشر والاهلي والزمالك وبيراميدز، حضرنا الماتشات الافريقيه. اللعيب اللي هيكون جاهز يهمني ان انا اجيبه، يعني مفيش لعيب كويس ومكسر الدنيا والناس كلها اجمعت عليه وان هو مستحيل. فعشان كده هو او غيره كلهم تحت عين في، يعني كلهم قدامي، كلهم من كل اللعيبه في مصر من درجه ثانيه من المحترفين موجودين معايا شايفهم كويس قوي، فما تقلقوش. فكل لعيب يثبت نفسه يحاول ترجع تاني النمو زي ما احنا كنا زمان، كل واحد مشتاق ان ينضم لمنتخب مصر، مشتاق وهيموت بره وجوه الجسم يلاقيه في الجهاز العالمي، تمام كده؟ فكلهم مهمين جدا، وانا مستني مستويات اعلى ان شاء الله في المنتخب الجاي.